ما انا موانح يا اخي. كلام عربي لكن صوتك بيجيب الكلام مسحون. مسحون؟ اي يعني مسحون ايه يعني؟ مسحون يعني جاري الشحن. ايوه مسحون. اي اي مرحب. انا اساسا شغال فنان. ها؟ فنان فنان. بصوتك ده فنان؟ لما فنان بغني. فنان فنان. رسام؟ لما نظام تشكيلي ما تشكيلي. فنان شنو ده يعني؟ فنان ما فنان. فنان فنان ما عرفتها والله. الزول اللي بيدخل العيش من فنهم ذاك اسمه شنو؟ فرار. من هاي فنان يا اخي؟ فرار. من هاي؟ مرحب. انا انقلب لا اما قلب. دي شنو؟ ويقول شنو انقلب لا اما قلب. وبيقول هاو جاي انقلب لا اما قلب. ولو عطاك الدوم 24 هون في صورتك جاي انقلب لا اما قلب. انقره ما عرفت والله. دي كلبة. مرحب بك. مرحب بكل المشاهدين بيحبوا برنامجنا. مرحب معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي غلوتية. تفضل. أغلتك؟ غلتني لكن ما تغلت علي. أنت ما مغالتني؟ أنا ما مغالتك. أغلتك. تفضل. من فوق إنسان. أها. ومن تحت حيوان. من فوق إنسان ومن تحت حيوان. وبالجنبات حديد. بالجنبات شنو؟ حديد. يلاقي حديد بالجنبات حديد. اي وفوق انسان وتحت حيوان. اي ما عرفته. ده سيد اللبن. مرحب بكم. الناس بيحبوا برامجنا كثير. مساهماتنا على الشاشه. ايميلاتنا على الشاشه. فاكساتنا على الشاشه. ومعانا مكالمه. مرحب. الو. عليكم السلام. الو. مرحب. سامعني؟ مرحبا. اي معك زهراء. ايه تمام. اهلا يا زهرة. صوتك ما واضح. بيسلي معك. الله يخليك. انا ضاربه من الغرفه جوا مع عواطف. وين عواطف؟ واضعه في الوضع ده. انا موضعاها. موضع اختك عواطف في المستشفى؟ عواطف ما اختي، بنت عمتي زينب. ابوها متوفر بي انا معانا من زمان. ايوه. وانت قاعده معاه في المستشفى ما مرضى؟ ما في المستشفى، في بيت ناس عواطف قلت لك. ايوه حق ناس حبابات باقي لها ورثه منها قدها الزين. واضعه. اي انا عندي زعال. عندك شنو؟ سعال. سعال؟ اي يعني سؤال ولا سعال شنو؟ سعال بتاع النظمي. سؤال. اتفضل اسالي. انا بخجل. لا لا عادي، نحن انا خجالة. لا لا اللي نحن معاك. والله بخجل. معاكم معاك إدارة بنك السلام، كلهم حيجاوبوا لك اي سؤال. جاهزين؟ ابقى صراحية. صريحة جدا. قل والله صحيح. والله جد. الله يخيال. لا لا يا زهرة ما تحجي. الناس دول متعقدين ودمهم فاير. لا لا والله ما في أي عقد. يا أخي الناس أسأل الكلام ده على الهوى. على الهوى. نعم. والهوى ده ما بجيب الهوى. أنت الحجة بيننا الهوى بطريقة تقدير. أنت في الخرطوم؟ أنا في الخرطوم. نعم. وزعل ساي ما خجل؟ لا لا أسألي طوال. تفضلي. الزواج الجماعي بدأ. أنا سامع ليه صوت صفارة بتاعت قطر. الزواج الجماعي ما بدا يا زهره. البلد مشغوله باشياء كثيره. مشاكل. مشغوله بمشاكل شنو؟ بمشاكل داخليه وحروبات حيات. مشاكل شنو؟ الناس في غزه بتعرس. ها؟ الناس في غزه الصواريخ شغاله والدايات شغاله. اي والله فعلا. والله ما في مشاكل بتحملها عرس. والله فعلا ما في مشاكل بتحملها عرس. اللاجئين ديل بيجوا بشفعون. اي والله ربنا يديهم الصحه والعافيه. اربعة حزبان في الاسطوب وبتليد. هسه عرس بعد شهرين ما في؟ والله عرسنا الشهرين ما في. والله نخش الفيسبوك شنو؟ عسى عرس نهائي ما في. زهرتي مالي؟ انا يا جماعه العمر ما بيمشي. ما تصبري نموت بين قصدينا. نموت بين قصدينك. الله رعد لك قسمه بيجيك. الرجال ديل بعد 90 سنه بكملوا دينهم. هاي الله. نحن بعد 40 لتم حج. اديك العافية يا زهرة. هذا زواج بعد 6 شهور ما في. اصبري 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 بس. ما حريمنا حريمنا حريمنا. حريمتي امشي تونس. العمر بيمشي يا جماعة. اديك العافية. والزواج داك ما في؟ يا تو بتاع الحيازة. هوي ده زواج ولا قلعة واطبع؟ الله يبقى. هذا عرس نهائي ما في؟ والله عرس صعبة في اليومين دل. يا جماعة السلام دل بيشوفوا لنا زواج جماعي. والله ناس السلام جاهزين قالوا بيمون وما عندك اي شيء. يجيبوا لك عريس بالاقصاد المريع. الناس زي الناس نسوان اللي شايلين مشايله. كيف يعني؟ زي الخضار هسه الطماطم كلها الكعب والسمحه مش بتشايل المشايله؟ ايوه. ما يعرسوا السمحات بس يا جماعه، نحن ما بنات الوطن. يشايلوك يعني؟ ربنا ربنا قال لهم اربعه. اي عشان ما يعزلوا عزين. والله قالوا دارين السمانه بلعنا بنجمه.
قالوا دارين الليله عملنا التخصيص الجوح زي داري كم منا ما خلينا حزام ما ربطنا بقينا زي العتاله نسينا الرب ساي اسالني هاي ما في زهرة هاي انت اللي انا مالك يا اختي انا جماعه كل ذول بيهمهم والله يا نجحة شديدة يا زهرة محظوظ أميرة أميرة منو؟ عرست في الجماعي أميرة عرست في الجماعي الله أميرة دي بعد تضحك زي الزور الدار عاد شغال بالعطسة بالا؟ زي الزور الدار عاد شغال بالعطسة دي ضحكتها؟ دخلها في الجماعي عرسها نور الدين ود الزين ما شاء الله والله إن شاء الله عرسني هاي ما في والله عرسني هاي ما في يا زهرة يا جماعة والله الطريقة دي الشغلة دي ما بتجي أها أقول لك حاجة نعم أنا يا جماعة شوفوا لنا حاجة شوفوا لكم شنو يا زهرة انت اخذت وقتك كامل يا زهرة ورينا الحاجة المطلوبة ان نعمل لك احنا بنعملها يكلمونا حسن فضل المولى دين اها حسن فضل المولى قاعدين نقول لهم شنو نقول لهم يا جماعة اعملوا زواج جماعي مش بيعملوا الناس الغنوات بس اها نحن بنفرج برا ديل برضو بنعاهم ان شاء الله نجيب توكات ان شاء الله نجيبوا شنو توكات انت شنو انت ما مثقف ما الله التوكات دي تحت الايديولوجية توكات انت ما مثقف ايوه توكات كان مثقف كان دقيت سيستم ثقافه بقت بالسيستم يا زهره ثقافه طاير في السيستم دي اختي معانا مكالمه ثانيه الو مرحب عمر الاجلاتي كيف تجوا من وين ده عمر الاجلاتي منو ده ما تلفون عمر الاجلاتي لا انا النمره غلط ايوه ده وين ده دي هنا الاذاعه ايوه ربنا لما نفيقنا الليله يا اي تلفون عمر الاجلاتي كم عليك الليله اعرف لك من وين عمر الاجلاتي الو مرحب كيف يا استاذ يديك العافيه يديك العافيه كيف اخبارك الله يخليك تمام الحمد لله كيف امورك تمام معك تامر ها تامر بتاء تامر ما ترفع لي صوتك عشان افرزك ايوه معك تامر اهلين يا تامر كنت بشاهد في قناه الجزيره شاهد في قناه الجزيره شاهدت الاسرائيليين الاسرائيليين مالو ضربوا في اخواننا الفلسطينيين فعلا ضربوا الفلسطينيين ده مشهد اهتز عليه كل العالم انا ما سكتت عملت شنو وقفت على حيلي نعم وتاني قعدت طيب عملت شنو يعني كنت امشي الجامعه الجامعه اكون جيش جامعة تكون جيش؟ ايوه كل ينبش كده ما عصرتها علينا؟ انا؟ اها ويلي؟ نعم وايموني؟ اها وحمودي؟ نعم وهيثومي ده الجيش حقكم؟ ايوه والله ما قصرت لكن ماشيين نحرر فلسطين بتحرروها والله حرارين يا قولك اكن حررناها اها يجوز لنا نضبح اليهود تخ كده ده حررتوها ولا يهودي ما تضبحوا حسين شنو ده قاعد تعالوا له بس مرحب معانا مكالمة الو مرحب السلام عليكم يا ديك العافية ازيك يا عمك مرحب الرصة شنو تضرب المنطقة ولا وين لا مكبرين اللفة مالكم لا لا بالله اتكلم لي بلغة عربية عشان افهمك ايوه عندي سؤال ممكن اكبه يا اخي اسأل اتفضل بالنسبة للافلام الاجنبية دي يا عمك الافلام الاجنبية اللي بنعرضها عندنا في الشاشة بتقطعها ليه يا عمك هي بنقطعها ليش يعني؟ بنقطعها لأنها بتحمل عادات ما عاداتنا، تقاليد ما تقاليدنا، ثقافات ما ثقافتنا من دول الدين حقها بيختلف من ديننا. عليك الله؟ نعم. والبقطع ده ما بيحضر؟ ده ما القطاع لازم يحضر يعني، لازم يحضر عشان يعرف يقطع من وين. طيب ما شغلونا معاكم قطاعين يا عمك يا. شنو؟ عشان نعرف نحضر من وين يا عمك يا. وبالنسبة للترجمة دي يا عمك. بالنسبة للترجمة. البطل يقول للبطلة I love you. بطل بيقول للبطلة I love you. كتر خيركم بتكتبوها لنا تبا لك. لا الذي جاي من بيروت وهي تقول لا اي لاف يو تو نعم تكتبوها لنا سحقا يا عمك نعم بعدين نجيبوا البطل جاري من هناك والبطله جاريه من هناك ويدردقوا في النجيله ويقطعوا للزول في النجيله بتاع لما يغر على بعض كده تجيبوا لنا في سوق الخزار دي حقه المخرج والله ما حقتنا مرحب مساهمتك لطيفه معانا مساهمه تاني الو الو مرحب الو مرحبا معك حمودي اهلين يا حمودي تمام تمام احنا مرطبين باين عليكم عندنا قروش كتيرة اهلين دارين نشتري مبدة دارين تشتري شنو؟ نشتري مبدة كلها نشتريها دارين تعملوها شنو مبدة؟ دارين نعملها ميدان كورة تعملوها ابو هريرة اي وناس مبدة تودون وين؟ ماليزيا الله يبخيت انا اشتري الكلاكله الكلاكله كلها كلها انا عماله خلص الواحد يحبوها
حوض سباحة لحبوبة؟ بحقها. حبوبتك دي جرنتية؟ عملي لها حوض سباحة قدر ده؟ بحقها. وناس الكلاكلة؟ نادوني عارة وهمية نيجيريا. الله بتوديهم انت مزمبي. ناس كتيرة. ها؟ وبابا خايف. بابا خايف؟ من غرار الزمة. الله يكون في عونه. والله أنا عندي فزورة. أنت ساكن وين يا حمودي؟ أنا إحنا مرتبين. أها. قالوا نشترى طيارة لتت أختي. طيارة لتت أختك تشتروها لها ليه؟ فرد بعكسب الشارع دارين نخلي الوطن وداب الجو. والله قادرين بتودوها أيتها. أنا عندي فزورة. نعم. في حاجة بتطير في الجو بتقول ياو. بتطير في الجو؟ بتقول ياو. والله يدير لك الدار الصاحبي طنبل اللي بتطير في الجو بتقول ياو دي. بشنو اللي بتطير في الجو بتقول ياو دي؟ كديس مدلنا شلوت. في حاجة ساكنة في البحر. أها. بتقول هاو. ساكنة في البحر وبتقول هاو؟ هاي؟ هوي دي ما لاقتنا. دي سمكة مستهبلة. الله عليك يا حمودي. أنت معي ولا طلعتها؟ هاي أنا قاعد على الخط. ها؟ أنت ضارب من وين؟ ضارب من أنا قاعد مع نشيرين. شيرين؟ ده موبايل منه؟ ده موبايل أمير. أمير ده منه؟ هو زعلانة منه، قلت لك خسره. قلت لك خسره؟ أيوه والله. تتلف الراجلة؟ قال لها بغض النظر. قال لها بغض النظر؟ أي قال لها أنا في اللجنة المنبثقة، لما أنبثق ببصغ عليكم. اللجنة المنبثقة؟ أنت قاعد طلقت الكلمات دي من وين يا حمودي؟ أنا عندي آخر فزورة. تفضل. في حاجة عندها عيون ما بتشوف. عندها عيون وما بتشوف. وعندها رجلين ولا بتمشي. عندها رجلين وما بتمشي. وعندها جنحين ولا بتطير. عندها جنحين وما بتطير. اي ما عرفتها. دي طيارة ميتة. شكرا لك يا حمودي. مرحب معنا، مكالمة أخيرة. الو. مرحب. عبد الودود محمد عبد الودود من دنقلة. مرحب عمنا عبد الودود محمد عبد الودود من دنقلة. أنت قريب مجاهد ولا شنو؟ ايوه ايوه. فين ده؟ ده التلفزيون. مرحب. يديك العافية. الو السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله. التلفزيون؟ نعم التلفزيون. المذيع محمد الصديق. المذيع محمد الصديق معك. معك عمر الأجلادي في زول درب لنا هنا. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. هذا جابوا شنو؟ مرحب. الو. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحب. كيفك؟ أهلين. معك جيهان جلال جمال. أهلين جيهان جلال جمال. ممكن أشترك في المسابقة؟ اشترك الطير ده كله نشترك. وما تشتركي أنت؟ سؤال الحلقة بقول شنو؟ بيقول عاصمة ولاية نهر النيل. أبو ظبي. قربتي. الدوحة. خش البلد. تبقى البحرين. حبة تاني. تبقى دي الخيارات. هدي خيارات. الدامر الدامر الدامر. الدامر الحمقني للناي الدامر. أنت من يازل هاي. أنا بتاع القلبة الجبين ده. والحشرة هنا شنو؟ ما قنيت المطلقة. قلت الحنان ده كان ضرب يجبقوا الدامر ونحن جوا الجقنين نعملوا هنا. برحب. من انتم اديني جايزة بتاعتي؟ انت فايز بجايزة. جايزة شنو؟ شو القرع؟ قرع يا حاضن. اقطع وشك. الو. مرحب. ده شنو الفيروس الخشب في التلفون ده؟ معلش يا جيهان، ده فيروس خشب بالغلط فرمطناه بشو القرع يتخارج. قلت لي الخيارات شنو؟ الخيارات الدامر الدامر الدامر. شندي. اجابه صحيحه الدامر. حليتها؟ حليتيها. حليتها. ايوه الجايزه شنو؟ اختاري. ايوه اختاري جوائزك. تسعه. تسعه؟ ايوه. تسعه دي جايزه رقم تسعه؟ ايوه. تسعة دي شنها بكر؟ تسعة دي تسعة كليكات، تسعة توزات، تسعة قطع أرض، تسعة طقم جلوس، تسعة غرف نوم، تسعة. والله ينينا ما قلني أنه أنه والله ينينا ينو تسعة كليكات، تسعة قطع أرض، أدى معك يوم ما نمتنا دعنك أما. ألو. الحديد انحمي ما حبس وجه